وفي عهد شيخ الوافي أطباع تميل وبلاد عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، حيث نتواصل معكم في منافسات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد على ميدان الشحانية، ونتابع معكم في هذا الصباح انطلاقات لسن الإذاع، حيث نشاهد هذه التحديات الجميلة في منافسات هذا الصباح وانطلاقة مع الشوط الثامن في منافسات وتحديات هذه الأشواط الصباحية، وهذا أيضا شوط خاص بإنتاج قطر، ومن بعد هذا الشوط تبدأ الأشواط العامة والمفتوحة، حيث نشاهد هذه الانطلاقة ونتابع مدار 6 كيلومتر ومنافسات وتحديات الجعدان، ونسير إلى الصدارة لنعلن المراكز الخمس، ونبدأ مع المركز الأول إلى صدارة الشوط، وهذا الباز في المقدمة وفي الصدارة يأتي بشعار راشد بن سالم بن دوحة من يقدم لنا الباز في هذا الشوط منطلقا مع الصدارة الأولى ومع مركز القمة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع في ثاني المراكز. مشاهدينا متابعينا الكرام التقدم في هذه اللحظات الجميلة والمثيرة، حيث يأتي الحضور من هملول أو لزاز اللي يأتي بشعار سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري من يقدم لنا شعاره على المركز الثاني في هذه اللحظات، وفي ثالث المراكز مع المركز الثالث نتابع الاسم القادم. مشاهدينا الكرام او على المركز الثاني هناك التواجد من هملول محمد بن علي بن سالم الخوار من يقدم لنا هملول في المركز الثاني. ثالث المراكز، المركز الثالث هناك الغزال بشعار محمد بن ناصر بن سعيد العيده من يأتي بشعاره يقدم لنا الغزال في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هنا براق اللي خذ المركز الرابع صالح بن حمد ابو صلعه يقدم لنا انتاجه، يقدم لنا براق في هذا الشوط محتلا لرابع المراكز، بينما في المركز الخامس، المركز الخامس هذا هو برق مشاهدينا الكرام يأتي بشعار محمد بن سعيد بن محمد السفران من يقدم لنا برق في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء، هذا أول ندى في منافسات هذا الشوط وتحديات شوط خاص بالإنتاج وخصيصا إنتاج قطر. مشاهدين الأعزاء حيث نشاهد هذه الأسماء وهذه الشعارات المندفعة هنا بين جنبات ميدان التحدي، عودتنا إلى المقدمة إلى الصدارة إلى البداية الأولى لنتابع الباز وانطلاقة الباز على الصدارة بشعار راشد بن سالم بن محمد بن دوحة من يقدم الباز، من يدفع بالباز في هذا الصباح في هذا المهرجان هنا على أرضية ميدان التحدي. ما شاء الله على هذه الانطلاقة والحضور الجميل من الباز. انتصفت المسافة 3 كيلومترات الأولى، مرت سريعا في منافسات هذا الشوط، ومن هنا يبدأ انطلاق جديد مع 3 كيلومتر المتبقية. وفي المركز الثاني، ثاني المراكز، هذا هو هملول على المركز الثاني، محمد بن علي بن محمد بن خوار من يقدم شعاره، من يقدم لنا هملول في المركز الثاني مع انطلاقة هذا الشوط. وفي ثالث المراكز مع ثالث المراكز متابعين الكرام يأتي شعار العيدة من خلال انطلاقة الغزال في المركز الثالث، محمد بن ناصر بن سعيد العيدة يأتي مع ثالث المراكز ومع الغزال. والمركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الكرام نتابع أيضا الدخول في هذه اللحظات من شعار بن نايفة قادما مع شهابة والفايز، الفايز اللي خذ المركز الرابع عبد الهادي بن عبد الله بن نايف الهاجري يقدم لنا هذا الانطلاق من الفايز في المركز الرابع. أما على خامس المراكز فبراق يتواجد بشعار صالح بن حمد بن محمد أبو صلعة من يقدم شعاره على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه الأسماء، هذه المراكز الخمس، وخلف أيضا نشاهد الأسماء اللي بدأت تقترب في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل والعودة إلى الصدارة
المقدمة والبداية الأولى. هناك الباز في مقدمة الشوط مع المقدمة والصدارة حتى هذه اللحظات. الباز منذ النداء الأول وحتى اللحظات يتمسك بالصدارة الأولى ويأتي بشعار راشد بن سالم بن محمد بن دوحة من يقدم لنا هذه الاندفاع الرائعة والجميلة من الباز على مقدمة وصدارة هذا الشوط. وهذه سلالة الباز الحاضرة والمنطلقة مع القمة والبداية، بينما في المركز الثاني هذا شعار الخوار وانطلاقة هملول مع ثاني المراكز محمد بن علي بن محمد بن خوار من يقدم انطلاقة هملول وسلالة هملول الحاضرة بهذا الاندفاع وبالنايفة هاجما في هذه اللحظات المثيرة من خلال هذا الانطلاق من الفايز عبد الهادي بن عبد الله بن نايف الهاجري يقدم لنا سلالة جبار ولد الفايز. ما شاء الله على الاندفاع الجميل. وهنا شعار العيد قادم مع الغزال محمد بن ناصر بن سعيد العيد يأتي بشعاره ليقدم لنا سلالة الحريث العيد. ما شاء الله المركز الخامس خامس المراكز. شوف الاسم القادم وصل مزاحم بدأ يهاجم هنا بشعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري من يقدم لنا مزاحم على مستوى المركز الخامس مع سلالة الفارس الخيارين الهاجم في هذه اللحظات المثيرة. هذه الأسماء هذه النتيجة، ولكن وين بن دوحة وشعاره؟ هذه المقدمة والصدارة. الباز 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 جاوز مع الكيلو متر الأخير. الله يا بن دوحة على هذا الحضور الجميل. الباز العلامة الفارقة وعصاته في الأبطان، وهذه سلالة الباز الحاضرة مع هذا التحليق الجميل في هذا الأداء الممتاز على ميدان الشحانية. هذا هو الباز بدون أوامر ولا تعليمات يحقق هذا الناموس الغالي مع هذا الفارق الجميل بالأداء الفنان. الله يا بن دوحة على الانتاج الفاخر. الباز مع الناموس، الباز مع الانتصار. راشد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة من يقدم الباز طار بناموس هذا الشوط بدون منافس. هذا هو الباز مشاهد مشاهدينا الكرام مع المقدمة. الباز إلى الزعفران يسير، الباز إلى الناموس والانتصار. ما شاء الله يا بن دوحة على هذه النوعية، على هذه النوعية التي تأتي في تحديات ومنافسات هذا المهرجان. القدوم الجميل عبر شاشة قناة الريان الفضائية من الباز اللي حقق المهمة وأنجز الناموس بتحدي جميل. سلام بن دوحة، سلام سلام الباز، سلام. اللحظات الأخيرة مع الفوز والانتصار، تهانينا يا بن دوحة. وهذه سلالة الباز راشد بن سالم بن محمد بن دوحة اللي قدم الباز بدون أوامر ولا تعليمات. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصل مزاحم فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، وهذا سلالة الفارس الخيارين. بينما ثالث المراكز كان هناك زناد فرج بن محمد بن هادي الغفران من قدم لنا زناد مع المركز الثالث، ويا ينحدر ايضا من سلالة الاحصان القمرة. بينما رابع المراكز المركز الرابع كان من نصيب وذنان لحمد بن راشد من صفوه المري من قدم لنا وذنان وينحدر من سلالة وذنان ام الزبار. بينما خامس المراكز المركز الخامس الفايز لعبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري وينحدر من سلالة جبار ولد الفايز. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. شاهدنا منافسات الشوط، ولكن بن دوحة حضر مع الباز ليكون البطل المتوج بناموس هذا الشوط. ناخذ التوقيت الزمني مع الباز لحظة وصوله إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار قاطع مسافة 6 كيلومتر في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و23 ثانية 59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سالم بن دوحة على فوز الباز بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز وصل مزاحم وتوقيته 9 دقائق 25 ثانية 21 جزء من الثانية. تهانينا لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري وسلالة الفارس الخيارين. بينما ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء وصل زناد وتوقيته 9 دقائق 28 ثانية 62 جزء من الثانية. تهانينا لفرج بن محمد بن هادي الغفران على فوز الزناد بالمركز الثالث وينحدر من سلالة الإحصان القمرة. هذه